التربوية وبالأخص إدارة ومعلمي ومعلمات مدرسة الشعب الابتدائي. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على أكرم خلق الله قاطبة سيد أمام التعبير عما يخارج أنفسنا ويدور في صدورنا اتجاه ما بذلتموه لأبنائنا من التلاميذ المتفوقين في جميع المواد للصف السادس الابتدائي، وتقديرا سلام محمود.